الناس اللي في الشغل، في ناس كتير جدا بيبقوا في شغلهم فقدوا الباشن اللي انت بتتكلم عليه او الشغف، ازاي يرجع شغفه تاني، وازاي يرجع يحب شغله او يغير شغلانته، ممكن يعمل ايه؟ اوكي طيب، خلينا اللي هو اوريدي بيبقى عنده شغل بس مش مبسوط بيه. مش مبسوط فيه. طيب خلينا الاول نقسم الموضوع لجزئين. فكره الاول، انا هكمل في الشغلانه دي ولا لا؟ ولو قررت ان انا لا قدر الله ما اكملش فيها، طب انا همشي في الموضوع ازاي؟ ايوه. النص الاولاني هو اصلا كلمه باشن او شغف، دي حاجه برضو الناس، احنا بنقول كده، كل الناس بتقول احنا عايزين ناخد كورسز ونعرف احنا مين وبنحب ايه. لازم قبل ما تروح تاخد كورس وتعرف انت مين، لازم تعرف انت رايح تاخد كورس عند مين. وحتى احنا عندنا لما بنيجي نتكلم وندي تريننجز، بنحاول نوضح للناس ان هو مش اي كورس مع اي حد في اي حته، لا، انت لازم تبقى فعلا عارف ان المكان اللي انت رايح تاخد عنده كورس ده هو فيريفايد او حاجه مختومه ان هي فعلا تاهلك للي انت عايزه تستفيد منها يعني. بالظبط. فرجوعا بقى لكلمه شغف، في كتاب اسمه الفلو، ده باختصار بيتكلم على ازاي ان انا اعرف ان انا شغوف في الحاجه او الحاجه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي قاعدين في برنامج، ايه الحاجه اللي انت بتحس وانت في البرنامج بتخش في حاله فلو؟ الفلو دي يعني ايه؟ مش مجرد انا مركز، انا في حاله انغماس. فممكن تكون ناس بتكلمني ومن كتر ما انا منغمس انا انتو الموضوع ده، فمن هنا بنعرف ان الشخص ده باشنت الموضوع ده، لدرجه ان ممكن لو واحد داخل في حاله الفلو يبقى حد بيكلمه فعلا كنت انادي عليه مش مدرك، مش سامعني خالص. ايوه صح. فدي فكره الشغف، مش حكايه ان انا شغلانه احنا قاعدين عاوز اخلص، انا اخلص شغلانتي وبتاع، لا، انا فعلا انتو الموضوع اللي انا بعمله. السؤال بقى التاني، ازاي لو انا في الحاجه اللي انا كنت بعملها دي حسيت ان انا ابتديت افقد الباشن؟ اول حاجه بحس لازم تشيك الناس اللي حواليك ايه. بقول لهم برضو، لو واحد مصاحب علي علوكة واشرف كخة عمره ما بيطلع طيار، معروفة على رأي الليمبي. فانا لو حوايا ناس زي عم ضياء، ليه يا رب كده هيحبطك ويحبطك والدنيا بايظة خالص، هيحسسك دايما كده. فانت هتلاقي ان حتى احنا شفنا في المسلسل الناس اي حد بيتكلم مع عم ضياء يقوم عيط. بالظبط. اللي بيتفرجوا عليه نفسهم عيط. يعني الموضوع فيري نيجاتيف. فانا طبعا بفقد الشغف من الحاجات اللي انا لازم اتشيك اللي بيسموها السراوندنجز، الناس اللي حواليا والناس اللي برضو اللي بتهبطك وتقولك انت فاشل، انت ما بتعرفش، انت الكومنتس كتير يعني. بالزبط. وفي فرق برضو، ساعات تلاقي زميل زي فاروق مثلا، فاروق طول الوقت بجد والله يعني دي ده حقك يعني، طول الوقت مثلا لا انت ما كويس، انت مش عارف ايه، ده برضو بيفرق في الشغل كتير.